شكرا وصباح الخير. اولا انا عايز اقدم تهنئتي لسياده المحافظ المبادره جميله، واولا صباح الخير. يعني الحركه احسن من النوم، يعني النوم يعني كويس بس يوم جمعه كويس ان نزلت في الشارع. ثانيا الترتيب والترميم في القاهره ممتاز، ده يعني يجذب السياحه الى مصر. وثالثا الصحه اهم من اي حاجه. انا 55 سنه وقطعت 7 كيلو 31 دقيقه، فانتوا لازم يعني تتمرنوا وتنزلوا وتتسانوا وتدعموا المحافظ وكل مبادرات ان شاء الله في المستقبل. شكرا قوي.